السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بصور الفيديو ده في البلكونة. الصراحة درجة الحرارة يعني اللهم قنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. احنا في الظل درجة الحرارة 45. اللهم هون على كل عامل وكل طالب وكل ساعة على رزقه يا رب يا رب، هون عليه يا رب العالمين. الأمر مخيف والله العظيم، يعني في البلكونة وفي الظل 45، فما بال اللي ينزل في الشارع. ندعو الله، اللهم قنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، هون علينا يا رب، اللهم هون علينا يا رب. أنا والله في الشباك بزور أختي، بس الأمر يعني مش عارفة حتى أطلع في البلكونة أصور.